مره اخرى في برنامج البرنامج. بص بقى، الفقره دي مختلفه شويه، مختلفه قوي. احنا عايزين نتكلم على اللي بيحصل في البلد بطريقه عامه. مبدئيا، هل اللي بيحصل في البلد ده هو اللي كنا بنحلم بيه؟ هل دي الديمقراطيه اللي كنا مستنيينها؟ والاهم من كده، ايه هو تعريف الديمقراطيه؟ كلمه الديمقراطيه ده مصطلح اجتماعي فلسفي قانوني سياسي. يعني اللي يقول ان الديمقراطيه مش معناها كذا ولكن هي لها فلسفه، دي طريقه القرامطه. اللي يقول الكلام ده ده قرموط. قرموط يعني اللي بيقول كده بيبقى بيتقرمط. يعني المفروض احنا كلنا قراميط، المفروض نبطل قرمطه فارغه ونسكت. برضه ما حدش جاوب على كلامي. الديمقراطيه هي ايه بالظبط؟ لا، في حاجه اسمها دوله ديمقراطيه في اكثر من 140 دوله في العالم. يعني هذه ليست اختراعا مصريا، انما الفكر الديمقراطي، الديمقراسي هي تطور طبيعي للحاجه الساقعه. يا جدعان، الراجل ده ما بيجليش ابدا. يا خرابي، عمره بيخيبنا يا اخي. عالمي عالمي يعني. طب دي ديمقراطيه، وحين تذكر الديمقراطيه يذكر الرئيس محمد مرسي، اول رئيس ديمقراطي منتخب من الشعب. السؤال هنا، ايه دلوقتي العلاقه بين الشعب والرئيس بعد 8 اشهر؟ في ايه بس؟ هو سيادة الرئيس، انت زعلان مننا في حاجه؟ زعلان من الشعب في حاجه؟ اذا كنت زعلان في حاجه قول، زعلان مننا قول. يا استاذ جابر، هو الحقيقه هو بيقول لنا زعلان مننا، بيقول لنا كتير، يعني بيكلمنا كتير، محدش بيفهم منهم حاجه بصراحه. شوفوا بقى، احنا محتاجين نسال الشعب عن رايه في اللي بيحصل في البلد. فاحنا قررنا ان احنا نقلد برامج التوك شو وننزل ندور على اي حد في الشارع عشان يهروا معانا في اي كلام. هل يا ترى لقينا حد في الشارع؟ المزيد معنا بالاقمار الصناعيه من جوه المسرح مراسلنا هشام الشاذلي. شاذلي، لقيت لنا اي شعب نكلمه؟ نعم باسم، حصل، جبت لك 4 منهم. جبت لي والله باسم. باسم، المناظر اللي انت جايبها لي دي يا باشا، كنت تفتح التلاجه وتطلع اي حد يا عم. ما هم دول اللي طلعوا في ايدي لما فتحت باب التلاجه. يا سلام، ما كانش فيه غيرهم جوه. ليه؟ ازاي فهم في التلاجه؟ مش فاهم. هم اصلا موطنهم الاصلي كده، اسمهم لايك جيلي. لايك جيلي. اوه، انا سمعت عن الفرقه ديت لايك جيلي، هبقى جوجل بعدين. طيب ده اللي انت جبتهم لي يا شاذلي. بقول لك يا شاذلي، امرك انت مرفوض يا واد، اطلع بره. مفيش كلامه، اطلع بره. ماشي، اوكي، اهلا بيكم يا جماعه. اهلا بيكم يا باسم. انتوا بتفهموا في السياسه؟ طب تقدروا توصفوا لي اللي بيحصل في البلد من وجهه نظركم؟ والله يا باسم، احنا مش فاهمين حاجه. لكن ممكن نعرفك على حد فاهم اكتر مننا. يعني مين بيحصل؟ دوده. دوده، ممكن نعرفك على دوده. اتفضل. الدوده نحكي لك قصة الدودة. أنا اسمي الدودة، وفي يوم من الأيام شربت الدخانة وبلعت البرشامة ودخلت في الدوامة، وقلت روح ميدان التحرير أطمن على عجلة الإنتاج. دخلت لقيت ناس بتبيع وبتشتري وناس بتتفسح، وواحد فارش على الرصيف قاعد بيبيع. كور كور كور، حمص جام، فوت فوت فوت، والبطاطا توك توك توك، واديله شوك شوك شوك، والبريمو. قلت لا لا لا، ماليش انا في جو الموالد ده، انا عايزه شويه اكشن. قمت دخلت شارع حماده محمود. دخلت الشارع قابلت شاب لطيف، قلت له مساء الخير، انا اسمي الدوده. قال لي ازيك يا دوده، انا اسمي السائر. هاي سائر، عامل ايه؟ قعدت اتكلم مع سائر شويه، اتكلمنا في الحب، في الرومانسيه، في الافلام. وبعدين واحد وقف جنب سائر، بص في السماء وقال اوعى الانابل، اوعى الانابل. البس يا دوده الكمامه بسرعه. فين الكمامه؟ فين الكمامه؟ فين الكمامه؟ في
فين الكمامة؟ مسك ايدي جرينا بسرعة، دخلنا في حارة وفي حارة تانية وفي محل مهجور. بصلي في عيني، بصيت له في عينيه، قلت له يا سائر انتوا بتعملوا ايه هنا؟ قام ضحك وقال لي واحد اتنين عجلة انتاجك فين؟ واحد اتنين عجلة انتاجك فين؟ عجلة انتاجي في بيبي يا مواطن تسأل ليه؟ البركة في اللي عجلته ما بقتش خلاص في ايديه. ده انتوا عيال مهيسة فشخ. ايه يا بس؟ هو لازم الواحد يبقى عامل دماغ عشان يسمعكوا شوية. طيب شكلها كده حلقة ضيعة. طب أنا عايز أسأل رأيكم أنتم شخصيا في طريقة معاملة الحكومة معنا، رأيكم إيه؟ والله يا باسم هي بتتعامل معنا كأنها شقطانة من جامعة الدول. إزاي؟ مش فاهم إزاي؟ هقول لك إزاي بس من غير زعل يعني. لا لا لا، لا تفضل براحتك خالص، رايحين في داهية كده وكده، تفضل. بص احنا كنا واقفين على ناصيه شارع في جامعه الدول. ده انتوا مين معلش؟ احنا الشعب. انتوا الشعب. اوكي تمام. الشعب. جت عربيه وقفت قدامنا، لاند كروزر اخر موديل، شبابيك متفيمه، شنط 22، نمر صفرا، حاجه من بتوع جو اغسطس دول. فاهم. باب اللاند كروزر الوراني اتفتح، الشعب دخل جوه، الباب اتقفل، احنا ما شفناش حاجة، لكن كلنا عارفين بقى ايه اللي حصل. تبكي 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 تك، والدب دب 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 دب، والدم دم 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 دم. يعني الموال ده كله عشان تقولوا ان احنا بنتفشخ كشعب؟ طب انا عايز اسالك سؤال، ايه هي الطريقه اللي ممكن اللي في الحكم يكسب بيها الشعب؟ لا يا باسم في حاجات كتير قوي، مش لازم كل حاجه طبكي ودب ودم وضرب وعنف، لا مش كده، ده في حنيه و... يعني شفت الرئيس مرسي بيحتضننا ازاي؟ بياخدنا في حضنه على طول. ده مش كفايه. امال عايزين ايه اكتر من كده؟ في حاجات تانيه؟ في حاجات تانيه كتير. زي ايه؟ مش نظرة وابتسامة، مش كلمة وسلامة، دي حاجات كتيرة ياما لو ناوي تحبيني. مش نظرة وابتسامة، مش كلمة وسلامة، دي حاجات كتيرة ياما لو ناوي تحبيني. طب ما الموضوع اهو مليان كله حب، طب انتوا ليه الناس بتروح لغاية الرئيس عند الاتحادية؟ ليه؟ بتكرهوه ليه؟ ازاي يا باسم ده احنا بنموت فيه. بجد؟ بنموت فيه. ده حب، ده حب، ده هو مش قادر يفهم. مش قادر يفهم؟ مش قادر يفهم ابني بحبه مهما يبعد، برضه هروح يجيب لي الشرطه يلم الحته، انا برضه مني وراه محتاج له قضيه وامر نيابه وكم بودي جارد وكم دبابه ساعتها، بس انا ممكن افكر اني انسى هواه وما خلاص انا جيت، ويا ريت وما جه جيت تحت البيت حط يلا من هنا وندهت عليك، هل يعني كده هنحبك ونموت فيك؟ حد يفهمني. يفهم ايه؟ ليه بيخافوا مني؟ فكرك ليه؟ والله ما قصدي. امال ايه؟ شغل خطابات، مش قادر يفهم اني بحبه مهما يبعد، برضه اروح يجيب لي الشرطه يلف الحته، انا برضه تاني وراه محتاج له قضيه وامر نيابه وكم بودي جارد وكم بوابه ساعتها، بس انا ممكن افكر اني انسى هواه. أنا عايز أتكلم معاكم جد شوية، يعني بعد الحب والوله والكلام ده كله، ناويين على إيه بعد كده؟ يعني مثلا في انتخابات، ما فيش انتخابات، لو في انتخابات من الآخر كده نفسكم في مين؟ نفسك في مين؟ نفسي في ليبرالي يشرب دخان ويجيب نسوان يضرب برشام، نفسي في ليبرالي بيحب الفجر الفكر ويموت في السكر السكر ومزاجه الكفر. ايه قلة الادب دي؟ هو ده اللي مودينا في داهية.
يا جماعه والله العظيم ده ستيريو تايبس والله غلط كده. طب يعني معقول يا جماعه انتوا مش نفسكم في حاجه احسن من كده شويه؟ طب بلاش يا عم. نفسي في اخواني ينهض بحياتي، ينهض بحياته ويعيد تربية، ويعيد تربية ويهز كياني حكمه اسلامي، حكمه اسلامي وبطعم التمر، بطعم التمر وبريحة المس، وبريحة المس نفسي في اسلامي. طب نعمل ايه طيب؟ انا مش مصدق ان انتوا بعتوا مبادئكم في ثانيه. طب يا جدع، طب حمدين يا جماعه. حمدين اه. ولا تزعل يا عم. نفسي في اشتراكي يلعب فوراكي، فوراكي محمد كنتاكي كنتاكي. نفسي في اشتراكي بس 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 يا ايه يا بس حطوا ايه وراكوا عادي كنتاكي اشتراكي وراكوا عادي. مش عاجبكم حاجة خالص؟ بص بقول لكم يسيبكم الاتجاهات السياسية دي كلها نجاسة، سيبوا الموضوع ده. أنا عايز أسألكم سؤال بجد تجاوبون عليه، أنتوا شايفين المواطن العادي في مصر عايش إزاي؟ حالته عاملة إزاي؟ فكرته عن الحياة عاملة إزاي؟ يعني أنتوا عارفين إن في ناس كتير جدا عايزة تهج وتسيب البلد، عايزة تهاجر. تفتكروا ليهم حق إن هم يفكروا كده؟ بس ممكن نحكي لك قصة؟ احكي يا حبيبي احكي. هنحكي لك قصة واحد صاحبنا مواطن. تمام. اسمه سيد زعزوع. تمام. سيد زعزوع أفندي شغال في وظيفة تمام، باش كاتب قد الدنيا وهو اسمه في قطاع عام، قاعد دايما متسلي قدام صفحة الفن، مهتم بنادية جندي وسايب تليفونه يرن، خلص جورنانه براحته قام داخل على اللي بعده، وجه على الساعة واحدة خد بعضه نزل جن، في طريقه جت مظاهرة اخرت الميكروباص، عقبال ما عدى زحمه الكيلو 4.5، في البيت نراد وقالت له ما لحقتش اطبخ حاجه، شغلوني نور ومهند والاكل في الثلاجه، ويا دوب استغفر ربه املا احماده في وشه وقال له يا بابا المستر بيسال على الحساب، بس يا سيد اوعك تنسى ان بلدك حبك لسه، وإن الهجرة بينا حلوة بس الخير هتلاقي هنا، طنش يا سوسو وانسى عيوبها بص وشوف في ايه ميزها، ستيلا وديبلو ونفق الثورة ماجيك لان وبورتو توشكا، بعد ما حس داره وما بقاش بيته مطرحه قام نزل الشارع بأحسن على شيء يفرحه، بين ألف وعود كذابة وشعرات ولا فيها جديد، لا حلوا في العقيدة ولا حلوا في الحديد، وبعد دراسة شقة ما عرفش ايه العلاقة بين بلده اللي شايفها واللي خدها في القراءة، وفي يوم خريفي بديع لاجع من جامع عادي راح قابله واحد بسبيبة قال له الجنة الناحية دي، ومهما سمعله صوت وسألوه هتصوت مين، على باب اللجنة وقفوا اتقم بك يا استموين. سلم لصعوبة أمره، سلم لحياته الأسرة، سلم لحقيقة الدنيا ما فيهاش غير غش وعافية، سلم للاستنكار والتحذير والتنديد، سلم من أجلك أنت والمستقبل السعيد، وساعتها فهم سيد إنه لازم يقيد ولا بيته ولا شرعه في مجال الاختيار، بس يا سيد اوعك تنسى إن بلدك حبك لسه، وإن الهجرة بينا حلوة بس الخير هتلاقي هنا، طنش يا سوسو وانسى عيوبها بص وشوف في ايه ميزها، ستيلا وديبلو ونفق الثورة ماجيك لاند وبورتو توشكا، ماجيك لاند وبورتو توشكا، ماجيك لاند وبورتو توشكا. لايك جيلي بقول لكم يا اولاد بما ان انتوا هنا وجو سبوبه وكده مش عايزين تقولوا حاجه اخيره؟ ممكن اه اه
احنا في الفترة اللي جاية يا جماعة بنلف في كذا محافظة في مصر وهنعرض، فلو حد مهتم يشوفنا لايف ممكن تتابعونا على صفحتنا على الفيس. ايه المفروض تتكتب قدامهم على التلفزيون ايه على الفيس. على تويتر كمان. اوكي. وبس كده. ميرسي يا حبيبي. دلوقتي احنا انا كل مرة بنهي الفقرة بس انا حاسبكم مع لايك جيلي ينهلكم الفقرة ديت. لايك جيلي. وانا اسمي حمادة وبحب التفخيد من ساس الراس وبحب التفخيد من 9 لـ5 ما ياكلش معايا وان غبت عليكو انا تحت ملايا. نور الشمس في عيني نور الشمس على ايدي نور الشمس حوالي نور الشمس. لو جيت نادي هتلاقيني في وادي قاعد بلبص على حجرة سرحان وبلاقي الشجرة من الصبح بدري على وقت الفجر تلاقيني صاحي ومفنجل رايح على البحر بدنجل. نور الشمس في عيني نور الشمس على ايدي نور الشمس حوالي نور الشمس. ليه اتعب قلبي وادوس على نفسي ما انا هنا عايش على راحتي وعيني على مصلحتي. اروح لشركه مالتي ناشنال جامده واقضي يومي اكسل ما هي برضو حاجه تشيل. نور الشمس في عيني نور الشمس على ايدي نور الشمس حوالي نور الشمس. يا ناس سيبوني احلم واتمنى ولا هي وصفة واحدة للدنيا. يا ناس سيبوني احلم واتمنى ولا هي وصفة واحدة للدنيا. راضي بعشتي زي ما هي هي ليه مش راضية عليا. طب ليه طب ليه طب ليه. نور الشمس في عيني نور الشمس على ايدي نور الشمس حوالي نور الشمس. نور الشمس في عيني نور الشمس على ايدي نور الشمس حوالي نور الشمس. شكرا. انشاف بعد الفاصل.